باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انا عندي سؤال، هو البيضه الاول ولا الكتكوت الاول؟ ها البيضه الفرخه الاول. انا كنت شايف في السايكل البيضه وبعد كده الكتكوت وبعد كده هذا الانسان تسبب لي في اكتر من مازق النهارده. اولا قال لحد دلوقتي ما عرفتش منه البيضه الاول ولا الكتكوت، ده اول مازق. المازق الثاني اللي كان ألمني جدا يا مينا، جايب لي رسمه حلوه قوي، فرخه محمره، شفتوها؟ اتق الله. طب هي فين؟ ماشي اوكي، فين؟ فين؟ هيحللوا المازق اهو. احنا حياتنا كده من مأزق لمأزق لمأزق لمأزق، وهتنتهي وهنفرح لما بنطلع من المأزق. بس اوعوا تفكروا بمجرد ما طلعت من المأزق بقيت حاجة حلوة وزي الفل. لا، جهز نفسك هتنزل في مأزق تاني. مأزق جديد، التعامل مع المايكات دي. عايز شوية شباب رجالة كده يستنوا مين صفوت على الباب. هو ما علينا ما علينا. أقول تاني، الشباب من مأزق إلى مأزق، ده اللي جاي أسنده. ما احنا فرحانين بالفرخة والمحمرة لا، وفرحانين برضو. الشطارة مش اني ما اتعرضش المأزق، الشطارة والذكاء والتدبير والحكمة والعقل ومساعدة ربنا في ازاي اخرج من المأزق. لانه مين مننا كلنا حياته كده سلسة وجميلة، تخرج من الجامعة الله الدنيا وردي، بقى عيني مش ملاهم مش ملاحق التليفونات، احنا عايزينك يا مونيكا في شركة كذا، لا 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 احنا عايزينك في شركة كذا. ومونيكا قاعدة ورجل على رجل ولا ايه؟ ايه يعني بابا لو يجيب لها واسطة؟ مش محتاجة عادي. طب يا جرجس انت بتشغل ايه؟ هو في شغل. ما هو مأزق مأزق. كيف نتعامل مع المأزق؟ وده بنعمة ربنا اللي عايزين نناقشه النهاردة. كان يا مكان حبايبي يا حلوين، كان في زمان بلد اسمها اليهودية، كان حواليها راجل حرب وعاملين شغل عالي قوي، واللي مش هيخضع هنعرف نجيبه. جم اليهودية دول قال ايه يا عم ده، لا 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 ايه القصة، احنا رجالة وهنتحرر من الكلام ده كله. حلو. راح جه الراجل اللي فوق ده بتاع قائد الجيوش، راح محوط البلد، تعالى 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 تعالى، خد الناس كده وراح واخدهم اسرى، جت على دماغه الراجل بتاع الجيش الكبير ده، اسمه نبوخذ نصر، جاي من بابل نزل على اليهودية، راح محتل المدينة واخدوا الشباب بتوعها اسرى. الشباب كل واحد ابتدى يفكر في المأزق بطريقته الخاصة. في ناس منهم قال احنا شعب الله، طب هو ليه ربنا سايبنا كده؟ سيبك، خلينا نتفرج لحد ما نشوف، ما هو سمح لنا بالبهدله والاهانه. ده فريق. الفريق الثاني قعدوا، طب يا رب انت عملت كده ليه، والحكايه وعتاب ومر وبقى.
راحت الحلقة ابتدت تدي عليهم اكتر. فاختاروا شباب ولد منهم ولد وسيم جميل جميل المنظر سنه في حدود ال 18 سنة هو وليه ثلاثة اصحابه كده قال لهم تعالوا ده الرجل الكبير عايزكم ليه هيعمل ايه قال لهم ما تخافوش هيديكم كورس حلو كده علشان انتوا مسؤولين تغيروا ثقافة الناس دي. على فكرة اول حاجة في الاحتلال عشان يثبت وجوده لازم يغير الثقافة. مش عايزين ندخل في أمثلة انتوا كلكم عارفينها، لكن تغيير الثقافة ده شيء مهم عشان تثبت وجودك كمحتل جديد. اخذوا الشباب دول مع مجموعة كبيرة قوي قال لهم تعالوا انتوا اللي هتاخدوا الكورس معانا. حلو، هتاكلوا احسن اكل موجود وهتشربوا من خمور الملك. الله، حاجة حلوة قوي. في ناس طلعت كده قال لهم مش ممكن انجس قلبي باكل وقطايب الملك. يا نهار ابيض، مين انتوا؟ مين انتوا؟ نمرة واحد دانيال، اثنين حنانيا، ثلاثة عزاريا، ثلاثة ميصائيل، مين انتوا؟ قال لهم احنا اللي بنعبد ربنا وقال لنا وصانا بألا نتنجس بقطايب الملك. طب يا ابني حبيبي ما تقولش كده، ما تقولش. هنا العقل ظهر والحكمة. فدانيال وقف قدام الراجل الكبير ده اللي عايز، قال له انت عايز ايه في الاخر؟ قال الراجل عايز ياكلكم ويشربكم عشان تبقوا حاجه حلوه قوي كده، واللي يكسر امر الملك طبعا وعيته مش فايته. ده المأزق الاول في حياه دانيال. طب دانيال هتعمل ايه؟ قال لهم كما عودني ابائي. على فكره دانيال الكتاب المقدس ما حكلناش كتير عن اهله، ولكن من سلوكياته يتضح انه تربيه امراء وناس راقيه جدا في التعليم، في تعليم الدين بالذات، بدليل التسليم اللي استلمه فضل محافظ عليه لكن وقع في مأزق. قال له طب حبيبي تعالى انا مش هاكل من الاكل ده، اختبرني لمده 10 ايام، هات القطاني نوع من البقول والميه، مش عايز اكتر من كده. واحد هياكله من ما لذ وطاب للملك، شويه فول ولا عدس ولا القطاني ده هيسدوا معاه؟ قال له اختبر لمده 10 ايام. هتعمل ايه يا دانيال انت واصحابك؟ إلهنا ملجأنا، إلهنا ملجأنا. بعد ال10 أيام وقفوا الأربع شباب زي الفل، والباقيين لا، في فرق بس لصالح مين؟ دانيال واللي معاه. مأزق. إذن ما هو السبيل للخروج من المأزق؟ عملوا ايه؟ سكتوا، مش كده؟ الله على الهدوء يا شباب. دانيال ازاي طلع من المأزق؟ ها طلع ازاي يا دميان؟ ايه هو المأزق اللي وقع فيه الاول؟ اختيار ايه؟ اكل الملك وشرب الملك والخمور. طب فين المأزق اللي هنا؟ هي بيتر، فين المأزق اللي هنا؟ ولو ما اكلش هيبقى ايه؟ هيضعف وممكن ايه؟ يبات. طيب يوسف، استاذ يوسف، يوسف يبص ورا
هو في يوسف تاني؟ عمل ايه دانيال؟ دانيال عمل ايه؟ حضرتك ليه؟ مش مركز؟ لا مش ده انا لسه قايلها. بعد اذنك سيب الموبايل. هي ماري اختاره وكان مسنود على ايه؟ ايه اللي نجاه؟ على ربنا. ما هو دي القصة، المأزق هتاكل ده وده هيخالف ربنا. الطريقة اللي استعملها، لا انا مش هاكل ده بس هيسند على مين؟ على ربنا. وربنا نجاه، وربنا نجاه. قال لهم لا ده انتوا حلوين خالص، تعالوا التلاتة ومعهم مين؟ دانيال. تلات شباب زي الورد، فرحوا طبعا ربنا نجاهم وعلى الاكل البخول والمية، وبقت صحتهم وشكلهم وحكمتهم افضل بكتير من الباقيين. نشكر ربنا، الحمد لله، اشكرك يا رب، احنا ملناش غيرك، الهنا ملجأنا. واذ فجأة الملك قاعد نايم وبيحلم، حلم حلم، أما مفزوع، قال هاتولي كل الحكماء اللي موجودين، هاتولي السحرة، هاتولي العرافين، هاتولي المجوس، كله طالع جاري. ده احنا مفسرين احلام ما شاء الله، يعني ده احنا عندنا برامج في التلفزيون النهارده بتفسير الاحلام. انا حلمت مش عارف ايه، اقول لك خير، جاي لك خير يوم الاثنين. اتاري الملك كان اوعى، هتقول لي جاي لك خير يوم الاثنين، قول ان شاء الله ما يمشيش الكلام ده. قال لهم تعالوا مطلوب منكم تفسروا لي الحلم. قال طب قول لنا الحلم ونحكيه لك. قال لهم لا. طب ازاي؟ قال لهم لو انتوا عرافين بجد لا تقولوا لي الحلم وتفسير الحلم. لحد دلوقتي دانيال ليه دعوه؟ ملوش اي علاقه وما استدعوهوش، ولكن كان محسوب من ايه؟ من الحكماء الموجودين في المملكه. قال لهم هديكم فرصه، لو ما قدرتوش تقولوا لي الحلم وتفسيره هقطعكم اربا اربا حتت حتت. فطلع المنادي كل الحكماء اللي في المدينة، الملك هيقطعهم إرق. فمين اللي سمع؟ دانيال. يا عيني عليك يا ولدي، شاب متغرب تحت القصر، طلع من المأزق الأول، جه المأزق الثاني، قال له إيه الحكاية؟ قال له اسكت، ده الملك حصل معاه كذا 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 كذا. قال طب دخلني ليه؟ دخلني ليه؟ إيه يا عم؟ عارفين زي ايه؟ واحد بابا غني قوي وقابلته مشكله، غرامه 30 جنيه يا عم كبر، 200 جنيه ولا يهمك، خبز ما الفلوس كتير. اتاري دانيال كان بيتعامل من المنطلق ده، هتدخل تعمل ايه؟ ده مأزق، ده انت هتموت. يا الملك، ايها الملك الجليل، عيش الى الابد. قال له ها؟ قال له ادينا فرصه بس. الفرصة هيعمل ايه؟ هو واصحابه ويرجعوا لمين؟ لربنا. قال له تعالى يا جلالة الملك. قال له مش انا اللي اقدر اقول لك ايه هو الحلم ولا تفسيره، ولا كل العرافين ولا كل الناس ولا 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 ولا، لكن اللي يقدر على ده واحد بس، الله الذي نعبده، الله الذي نعبده. قال له حلمك يا جلالة الملك هو كالآتي. انت شفت تمثال كبير قوي؟ فالملك قال له الرأس ذهب، الصدر والدرعين فضة، الرجلين حديد وخزف، طب الساقين نحاس. قال له عارف ده يعني ايه يا جلالة الملك؟ قال له قال له دي المملكة بتاعتك، اديني الامان. في حد يقدر يدخل على المدير بتاعه قال له صباح الخير يا ست مدير، انت ايامك قربت على الكرسي، مع السلامة. حد يقدر يقول له؟ هيقول له بلغ شؤون عاملين عندك خصم شهر وممكن رفت.
وممكن رفض. تخيلوا، قال له لا اديني الامان، انت قلت لي قول الحلم، هو ده الحلم؟ قال له اه هو ده. قال له الصدر الراس الذهب دي مملكتك انت، ودي مملكه قويه، بسم الله ما شاء الله هتتشال، وهتيجي مملكه اضعف، وبعد كده مملكه اضعف، وفي الاخر انت شفت حجر اتقطع من غير ايدين. قال له صح، برافو عليك. قال له والحجر ده راح خبط التمثال جابه كله بودره. قال له مظبوط. قال له المملكه كلها هتنتهي. قال له تعال انت جاي منين؟ وراح خر وسجد قدام مين؟ دانيال، وإله دانيال. هو دانيال لما اتكلم ما قالوش انا اللي هقول، قال له الله هو الذي يعرف، الله الذي اعبده هو الذي يعرف. والله نجى دانيال من الإبادة وطلع من المأزق التاني. نشكر ربنا. الدنيا تهدى؟ أبدا. احنا قلنا المأزق الأول ايه يا شباب؟ الطعام. المأزق التاني الحلم وتفسيره. المأزق الثالث ده ما خبطش في دانيال، في صحابه. حد فاكرهم مين؟ ها؟ مين صحابه؟ حنانيا وعزاريا. طب الأسماء دي نبوخذ نصر أداهم أسماء مختلفة، أداهم أسماء مختلفة، عارفين إيه هي الأسماء المختلفة؟ مين هم؟ شدرخ وميشخ وعبد ناغو. قال لهم تعال. يا جلالة الملك انت ساكت ليه؟ ده انت حسك بالدنيا عايز لك حاجة كده يعني. قال هاتولي ذهب، وراح هوب عامل تمثال من الذهب وفرمان. اي حد يسجد او يطلب من اله غير هذا التمثال يباد. يا نهار ابيض، طب ده احنا حياتنا هو الهنا، ده هو اللي نجانا مرة واثنين وثلاثة، طب هنعمل ايه؟ الكلدانيين والناس بابل عينهم على مين من زمان ومتغاصين من مين؟ من دانيال واصحابه. شافوا اصحابه بسجوده لله راحوا جاري على طول لجلالة الملك. حياك الله يا جلالة الملك، حسك بالدنيا انت مش اصدرت امر قلت واحد اتنين؟ قال لهم اه. قال لهم وكلام الملوك ايه؟ لا يرد. احنا شفنا التلاتة دول ما بيسجدوش للتمثال وبيسجدوا لإلههم، طب هاتوهم، هاتوه، تعالوا اسجدوا. لا مش هنسكت، مش هنسكت، ده جلالة الملك. قال لهم ملكنا احنا مختلف تماما، ده ملكنا احنا هو اللي ملك الملك بتاعكم، هو اللي سمح انه ده يبقى ملك. الحكايه الروايه ابدا. طب خلاص ادفعوا الثمن. ايه هو الثمن؟ قال عايز اتون نار محمى، وعايزه سبع اضعاف درجته. راحوا اصحابك يا دانيال، وراحوا حاجه صعبه قوي، مسكوهم وكتفوهم، اللي بيرميهم في النار اتحرق، اللي بيرميهم شايفين شدة النار قد ايه؟ طب هو في مأزق اكتر من ده؟ طيب خلاص، هو المأزق كبير قوي، لكن احنا عندنا حلال المشاكل، هما في الاتون ودانيال بره، يلا اشتغل. في ايه؟ صحابي واخواتي في النار وهم نفسهم في النار. طيب هو كان ربنا قبل كده تخلى عنهم قبل كده في حاجه؟ لا، الملك بيحبهم، مش مبسوط لده، ما شافش النوم، يقوم من بدري كده يقول هو احنا حطينا كام في النار؟ ثلاثه ولا اربعه؟
قالوا له ثلاثة يا جدعان، قال لهم أنا شايف أربعة والرابع شبيه بابن الآلهة. وراح منادي عليهم، ردوا عليه إحنا بسلام إلهنا هو ملجأنا. وخرجوا، خرجوا من الأتون. والكتاب يقول إيه؟ ده حتى ريحة النار مش موجودة في الملابس بتاعتهم. كده قلنا كم مأزق؟ ايه المشترك بين الثلاث مآزق؟ في حاجة مشتركة، مفيش حل الا بربنا، مفيش حل الا بربنا. الرجل بتاع الاحلام ما خلصش، احلامه مستمرة، ما هو بياكل بيشرب خمرة والجواري والنساء وبتاع وينام يحلم وراء ايه. المرة دي حلم، حلم غريب قوي، شجرة كبيرة وصل للسماء وفروحها كتيرة قوي تشيل كل الطيور. وفجأة جه واحد راح قطع الشجرة من ما سابش غير الجذر من تحت. ايه الوقعة دي؟ قال لهم ما فيش غيره. مين هو؟ مين هو؟ دانيال. تعال يا دانيال يا حبيبي، في ايه؟ قال له انا حلمت كذا 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 كذا. قال له الامان يا جلالة الملك. قال له الامان يا دانيال. قال له يؤسفني اقول لك انه مملكتك في الباي باي. وش كده؟ اه، لانه انت وصلت لدرجة من الكبرياء، والكبرياء ما يزحوش غير الاكبر، ما يزحوش غير الاكبر. وضاعت مملكة نبوخذ نصر وانقسمت الى مملكتين، مملكة مادي ومملكة فارس. وفي كل ده شأن دانيال بيعلى بيعلى، مرة يعملوه كبير الوزراء، مرة مسؤول عن الدولة. ايه دانيال كيف اتيت بهذا؟ تعملت ايه؟ هي كلمتين، الهنا ملجأنا بس. إلهنا ملجأنا، مش هتنزل، مش هتيجي لك مطبات ولا مآزق ولا مشاكل ولا مؤامرات، هتيجي هتيجي. طب الحل ايه؟ النهاردة كان ذكرى الأربعين لشهداء كنيسة ماري جرجس الطنطا، ففي واحد من الشمامسة اللي ربنا نجاهم بيتكلم، بيقول له خرجت من التجربة دي بإيه؟ قال له بكلمة واحدة بس، الاستعداد. قال له انا كنت واقف في مكاني، طلع مش عارف ياخد حاجة من القراءات، وهو راجع لقى في شماس قاعد مكانه، فهو راح مكان تاني، فاللي وقف مكانه هو اللي خد اكليل الشهادة. الاستعداد. يا دانيال الموقف خلص، قال له في موقف هيجي غيره. طب ما غيره خلص، هيجي غيره وغيره وغيره. يا شباب انتوا حياتكم فيها لخبطة؟ فيها. طب الحمد لله ربنا نجانا، هتحصل تاني وتالت ورابع. الحل ايه؟ الاستعداد وبس. إلهنا ملجأنا، وكل مأزق هننزل فيه ملوش حل، لا واسطة ولا معرفة ولا قوة ولا 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 أي حاجة من ده كله. محدش هيسندك غير ربنا، محدش هيقف جنبك غير ربنا. لا أب ولا أم ولا عم ولا خال ولا وظيفة ولا مركز ولا مال ولا كل ده ينفع، ولا كل ده ينفع. مش هينفعك غير التجاءك والتصاقك بربنا. كان اخر حلم كان ايه؟ شجره.
طب تعال رجعهم من الاول. اول مأزق كان ايه؟ الاكل والشرب. الثاني انه فيهم التمثال. الثالث اتون النار والفتية. الثلاثة الرابع حلم الشجرة. المأزق الخامس الملك اللي جه بعد نبوخذ نصر اسمه بلتشصر. وعلى فكرة كلمة بلتشصر دي ادوها لاسم دانيال في الاول، ادوها لاسم دانيال في الاول لانه حكيم واوا، فادوا له اسم بلتشصر. بلتشصر برضو زي السابقين لي وترفع وعاش في كبر ويعني فين ربنا وفين وفين، وابتدى يتعالى. عمل يوم حفلة وعايزين يشربوا خمور، ما لقاش حاجة يشرب فيها غير الأواني اللي كان جايبها نبوخذ نصر زمان منين؟ من الهيكل. الأواني المقدسة تنجس؟ يا عم كبر سيبك، ايه الكلام ده؟ وإذ فجأة يلاقي ايد خفية بتكتب، كتابة بتظهر قدامه. طب بيكتب ايه؟ فاهم ايه؟ مش فاهم حاجة، لكن حاجة ترعب. تخيلوا كده، نبص على الحيطة فجأة نلاقي كلام بيتكتب ومش شايفين اللي بيكتب، ومش كاميرا خفية ولا حاجة، ده حقيقة. فالراجل ارتعب جدا جدا جدا، هاتولي ناس تفسر لي. فجابوا له دانيال، قال له يا جلالة الملك نهايتك خلاص، ده انت جري قوي دانيال. وقتل الملك في نفس الليلة ونجا دانيال، ونجا دانيال. كيف حالك كده يا دانيال كده؟ لا مين ده، لسه المأزق الكبير ما جاش. المأزق الكبير ما جاش. جه واحد تاني اسمه أريوس. قال احنا كده اخواننا اللي فات ده ما ينفعش، ودانيال ده راجل جميل ومحترم وحكيم، انا هاخده يبقى كبير الدولة بتاعتي. جميل. طيب الشاب اللي ناجح ده هيتساب؟ ده احنا في شغلنا لو واحد كده نجمه طالع شوية بنلاقي 100 حد بيحاربه، وده من زمان على فكرة، من أيام دانيال وأريوس ونبوخذ نصر. فجم المجموعة دي وكان فيها الذكاء الشراني، يا عم داريوس انت راجل ملك كبير، يعني احنا عايزينك تصدر حكم انه اي حد يسجد لغير الهك اللي هو الوثن يعاقب. سهلة، اصدر الامر. دانيال كان متعود في عمار بينه وبين ربنا ايا كانت الظروف، واول ما لو فكر يضعف يفكر يفتكر كم مأزق نزل فيه وربنا نجاه، فبالتالي هو واثق في ربنا ودايس معاه. وكان حاجة غريبة قوي انه بيركع وبيصلي والشبابيك مفتوحة. شافوه طلعوا جري. طيب الملك يرجع في كلامه؟ مينفعش. لكن الملك فعلا بيحب دانيال، طب يعمل ايه؟ فضلوا يزنوا عليه. كلمة جلالة الملك اوعى. راحوا هم مجهزين شوية اسود ومجوعينهم الجوع اللي هو. طب وبعدين؟ قال
خلاص مفيش فايده. راحوا واخدين دانيال ورموه مع الاسود. بس في حاجه هنا مع الملك عجبتني. الاله اللي بيعبده يقدر ينجيه. الكتاب بيقول الملك ما نامش طول الليل، بيحب دانيال جدا، او عارف انها يعني وزه جامده وما قدرش يرجع في كلمته. ما فكرنا بواحد في العهد الجديد كان ادى قرار وما عرفش يرجع فيه، فكانت النتيجه ايه؟ طير رقبه مين؟ يوحنا المعمدان. المهم قايم من الفجر من الصبح بدري ونزعل يا دانيال يا دانيال، هل استطاع إلهك الذي تحبه أن ينجيك؟ طبعا هو بيتحسر، ده أسود تاكل الجبال مش تاكل دانيال. قال له عش أيها الملك إلى الأبد، إله الذي أعبده أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. وطلع دانيال، واللي عملوا القصة دي ضده جابهم هم وعيالهم وأسرهم وأهاليهم ورماهم في جب الأسود، ما لحقوش ينزل القاع من جوع الأسود، من مأزق إلى مأزق إلى مأزق إلى مأزق. شاب حياته كلها مأزق، ولكن يقول لنا الكتاب المقدس لم يذكر شيئا يعاب على دانيال خالص. هل كده دانيال معصوم من الخطأ؟ لا، ما كانش معصوم من الخطأ ولا حاجة، ولكن الله أعطاه تكريما بأنه حتى أخطاؤه لا تذكر. وقليلين أو في الكتاب المقدس اللي ما ذكرش ده داود، اللي ربنا قال فتشت قلب داود ابن يوسف وجدته حسب قلبي، أخطاؤه ذكرت. دانيال لا. زي مين تاني؟ صموئيل. مين كمان؟ مين كمان؟ كانت العدد لسه ما جاتش. يشوع ابن نون، الكتاب ما قالش عنه حاجه. يوسف الصديق، الكتاب ما قالش عنه حاجه. مش معنى انهم معصومين من الخطا عشان نبقى متفقين، ولكن الرساله اللي جايه بتقول لكل شاب فيكم المأزق موجود، موجود ولا فرار منه. هيحصل هيحصل، ولكن ازاي اطلع منه؟ بحاجات كتيرة قوي كلها تلف حوالين شخص واحد، اللي هو شخص ربنا. شخص ربنا إلهنا ملجأنا، إلهنا ملجأنا. مين فيكو ما تعرضش وبيتعرض كل يوم لمأزق واثنين وثلاثة؟ رد فعلك بيبقى ايه؟ رد فعلك بيبقى ايه؟ بتعمل ايه؟ اقول لكم انتوا بتعملوا ايه؟ ما انا يعني بعمل زيكم، بعمل ولد شاطر كده وبجيب افضل اعصر دماغي واجيب كل الادله والبراهين اللي تثبت براءتي والدين اللي قدامي. فكر البشر بنسبه 100%. في مره جربنا الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون؟ في مره جربنا دي؟ طب ما تحاول تجربها حتى ولو انت ضعيف. ما كده كده مش نافع، يبقى خليها على ربنا. ماشي زي بعضه، خليها على ربنا وشوف. مين فيكم ما اتظلمش؟ لكن بعد ما اتظلم عمل ايه؟ هل رجع لربنا؟ الست مأزق في حياة دانيال كلها ما كانش ليها حل غير ربنا، ما كانش ليها حل غير ربنا. طب احنا لما بنتعرض لمشكلة ولا ظلم ولا 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 بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ ما بننامش الليل، يا ترى من الصلاة؟ ما بننامش الليل ليه؟ عمال افكر وارد ازاي واقول ازاي وازاي اثبت ده، وازاي اجيب فلانة تشهد معاي، وازاي اجيب علان يشهد معاي، وازاي اقول للرئيس إيه؟ على فكرة ده مش عيب، ولكن دي خطوات تالية لوقفتك مع ربنا. لوقفتك مع ربنا.
اقول لكم على حاجه حصلت معايا شخصيا. الفكر البشري والواحد لما بيرمي على ربنا بيعمل ايه؟ كنت وانا شاب صغير كده زيكم، كنت فرحان، خدت البكالوريوس ودبلومه ورحت عامل ماجستير، ورحت مقدم علاوه ماجستير في الوقت كانت 5 جنيه. كتبت الطلب، المديره بابتسامه قد كده، عيني عيني حبيبي، حاضر يا بابا حاضر. اسبوع واثنين وشهر ما فيش رد. طب اكتب طلب تاني وتالت ورابع وخامس، لغايه ما في واحده موظفه كده لطيفه خرجت ورايا، قالت لي عايز اقول لك حاجه بس ما تزعلش مني. قلت لها اتفضلي. قالت لي بلاش تكتب تاني. ليه خير؟ قالت لي انا شفت حاجه صعب عليا قوي، وانت متسال ما تستاهلش كده. قولي. قالت لي انت بتخرج الابتسامه بتختفي والطلب بيتقطع وبيترمي في صفحه الزباله. طب هعمل ايه؟ ما فيش سكه تاني غير دي. سكت. تلف الايام بس بيني وبينكم زعلان. ماجستير وفرحان وكارنيه جديد وعلاوه 5 جنيه. ايه؟ تلف الايام والمديره دي تقع في مشكله اختلاس، الله يعلم هي بقى بريئه مش بريئه، ايا كان. مبلغ كبير قوي في الوقت ده. 375,000 جنيه في الوقت اللي بدور على 5 جنيه. شؤون قانونيه داخله وشؤون قانونيه خارجه. فجالي فكر معرفش جالي منين ده. قعدت مع نفسي قلت طب انا كتبت والدنيا امان. طب ما اكتب دلوقتي. طب يا رب ايه رايك؟ وحاجه جواي بتقول لي اكتب اكتب، لا منطق ولا عقل، قول لي اكتب. يعني القيادات كلها موجوده وكلها ما شاء الله باسم الصليب كلهم 111. وشو قانونية داخل شو قانونية؟ مش ممكن، الدنيا متكهربة. وده حته عيل كده بيخبط على الباب. الراجل الكبير قاعد، صباح الخير يا فندم. ورحت مديله الورقه ومعاها صوره من المؤهل. اول حاجه شفتها الواحد كان بيبص كده للبادي لانجوج، ال 111 بقت مفيش. قلت اشكرك يا رب. ايه ده؟ راح قال للمديره ايه؟ خدي قشري قشر. راحت رافعاها له وهي قاعده. وهو قاعد هاتي قلم تصرف علاوه 25 جنيه من تاريخ حصوله على المؤهل، كان بقى لي سنتين. ايه يا رب ده؟ ايه يا رب ده؟ اصل حبيبي انت قبل كده اتكلت على زراعك، فرحان بنفسك والماجستير ومسجل دكتوراه، فرحان بالكلام ده؟ انسى. ولكن لو رجعت بقى للصواب قلت الهنا ملجأنا وما لناش غيره، يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. مين يقول في الازمه دي ده شغل ايه ده؟ ده يقول لك موظف مجنون اللي يعمل كده. ابني وبنتي حياتنا كلها تعرف فيها مشاكل. النهارده دانيال بيقول لك ويقول لك وبيقول لي مفيش حل الا ربنا. زمان كان بيكتبوا في الانتخابات مش عارف ايه هو الحل. انا مع الفكره دي تماما، بس مع التصليح صغير، الله هو الحل. الله هو الحل. يا مرحب بالمآزق، يا مرحب بالمشاكل، طالما اللي سندني يقدر يحل. زي ما قلت لكم بالظبط، واحد غني تجي له خبطه مش عارف 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه ولا فارقه معاه، لانه رصيده كتير قوي ويقدر يسد ده. عشان كده انا كمان بقول يا ربي انا طول ما انا مسؤول عليك، يا مرحب بالتجارب، يا مرحب بالتجارب. ده مش بس يا مرحب، ده احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. يعني تجربه وافرح، مش فرحان بالتجربه لكن فرحان باللي هيحل التجربه واللي هيسندني في التجربه. اوعوا تفكروا لحظه انك تتسند على قدراتك ولا حكمتك ولا قوتك ولا مين وراك. الوحيد اللي مش ممكن يخذلك ربنا. ربنا ربنا هو حلال المشاكل، هو السند، هو المعين، هو اللي يعرف يخرجك ويخرجني من اي
مأزق. ربنا ما يسمحش ليكم ولا لينا نتحط في مأزق إلا لما يكون مرتب لنا كيفية الخروج من المأزق. ودي كانت رحلتنا مع دانيال الشاب الذي كان في مأزق. نشكر ربنا وبشكركم على استماعكم. ربنا معاكم وكل مرة وانتم طيبين. بنشكر الأستاذ كرم، ربنا يعوضك يا مستر ويدي لك نعمة. هنقول لكم تنبيهين بساط وبعدين هنقوم ناخد وقت صلاة كويس عندنا.